الثورة الصناعية الرابعة زي ما وصفتها مجلة الفاينانشال تايمز المتخصصة في الاختراعات الجديدة اللي بتأثر تأثير على الاقتصاد. أنا شريف جلال طبيب أسنان، حابب أكلمكم عن تقنية حديثة نسبيا اسمها طباعة ثلاثية الأبعاد. طباعة ثلاثية الأبعاد هي باستخدام طبعة، الطبعة دي بتقدر تطلع مجسمات، المجسمات دي باستخدام خامات بلاستيكية قابلة للتشكيل بالحرارة زي المجسم اللي أنا ماسكه في إيديا. المجسم ده زي ما هو واضح باللون اللي أنا بختاره، وبيجيلي التصميم من على جهاز كمبيوتر انا اللي بصممه، او بختار شكل موجود وليكن من الفك العلوي للاسنان بصوره باستخدام كاميرا او باي طريقه للسكاننج، وبعد كده اطلع التصميم اللي انا عايزه. التصميم اللي انا عايزه باخده بوصله للطبعه، والطبعه بالتالي بتنفذ لي هذا المجسم. هي بتحط لاير باي لاير، طبقه في الطبقه، والطبقات دي بتفضل ترتفع لحد المجسم ما بيكتمل زي ما احنا شايفين، وكانها طبعه ثنائيه الابعاد، بس الفرق ان في البعد الثالث اللي هو الارتفاع. طيب ما هي تطبيقاتها؟ ايه هي اهم التطبيقات اللي بستخدمها وهذه التقنيه اللي تساعدني فيها؟ في الطب وفي الجراحات وفي الاسنان في الصيدله وفي الهندسه، والتطبيقات ما لهاش حدود. حتى لو انت هاوي بس تصنع مجسمات او تطلع قطع غيار لحاجات كتير مش موجوده وانت مش قادر تلاقيها، ممكن تطلعها باستخدام هذه التقنيه لو عندك جهاز كمبيوتر وتقدر تقتني الطبعه وتقدر تستعملها. تعالى نتكلم مع بعض باختصار عن التطبيقات اللي لها علاقة بالطب والجراحات. انت طبيب جراح داخل تعمل جراحة معقدة زي جراحة المخ والأعصاب، معاك فريق عمل طبعا مش داخل لوحدك. بتاخد المجسم ده من التصميم اللي انت عملته خاص بالحالة، وبيبقى بدقة عالية جدا، وتتمرن عليه كويس انت وطاقم العمل، وتوفر وقت ومجهود وتطلع مردود احسن في العملية اللي انت عايز تعملها. لو انت مهندس وعايز تطلع مشروع محتاج تعمل مكت، المكت ده بقدر انك تطلعه بالطبعة ثلاثية الأبعاد بناء على التصميم اللي انت طلعته على جهاز الكمبيوتر. التطبيقات ملهاش حدود، والأحلام والطموحات ما بتقفش عند كده. أكتر من كده ممكن نقول في مركز مثلا أسوان، معهد أسوان للقلب، عندهم الطبعة ثلاثية الأبعاد، والطبعة دي ممكن تطلع أنسجة، والأنسجة دي بيستخدموها في الجراحات المعقدة زي جراحات القلب. أنا حابب أكلمكم طبعا عن التقنية دي أكتر